أسطورة 21، أسطورة 21. الأمرد يمهد للدجال وعلاج العين العوراء. الأمرد يمهد للدجال وعلاج العين العوراء. أقول ليس بغريب أن يأتي المجسمة معطلة العقل بتأويل لرؤية الرب، لكن أي رب؟ هل الرب البشري الجسمي الأمرد الذي يشبه الدجال ويماثله ويطابقه في كل شيء إلا العين اليمنى، أو هو الرب الأعور الدجال الذي يشابه ويماثل ويطابق رب المجسم الأمرد في كل شيء إلا العين اليمنى؟ وبهذا الفكر التيمي المارق تنفتح كل أبواب التدليس والمكر للأعور الدجال، وسيسخر كل إمكاناته وقدراته فيجري عملية جراحية لعينه اليمنى، حتى لو اضطر لزراعة عين يمنى فتتم المشابهة والمماثلة والمطابقة. فالنبي الذي رأى ربه بعد أن تمت المشابهة والمماثلة والمطابقة، فهنا يأتي الاستفهام أو يأتي استفهام، فالنبي الذي رأى ربه كيف ميز بين الرب الأمرد الأصلي والرب الدجال الذي ذهب عوره بعد إصلاحه؟ وكيف سيميز الناس آخر الزمان بين الأمرد الرب الحقيقي الأصلي وبين الرب المزيف الدجال الذي سيجري كل عمليات التجميل والجراحة كي تكون المماثلة والمطابقة تامة من الرب الأمرد أو مع الرب كي تكون المماثلة والمطابقة تامة مع الرب الأمرد الأصلي؟ ولماذا لا يعمل مارقة التجسيم على تصنيع جهاز فحص الأرباب على غرار جهاز فحص العملة ليس بمزحة؟ أقول لماذا لا يعمل مارقة التجسيم على تصنيع جهاز فحص الأرباب على غرار تصنيع جهاز فحص الأرباب جهاز فحص الآلهة على غرار جهاز فحص العملة ويباع على الناس كي يستخدم للتمييز بين الرب الأصلي والرب المزيف، فليسخروا كل إمكاناتهم وليسخروا كل إمكاناتهم المالية والعلمية والإعلامية من أجل إنجاز هذا المشروع التوحيدي الأسطوري. خط ونخلة وفسفورة ويقولون نحن الموحدون، على الكلام من المهازل، ويقولون نحن الموحدون، وغيرنا في ارتداد وشرك وكفر ونفاق، ويقتلونه تحت هذا الافتراء. إنا لله وإنا إليه راجعون، واستغفر الله ربي وأتوب إليه. أولا البخاري كتاب التوحيد عن عبد الله قال، التفت جيدا، نحن الآن كله كلام ذكرناه مقدمة حتى نصل إلى هذه الرواية، تؤيد ما ذكرناه قبل قليل، تؤيد أن التيمية يمهدون للدجال، تؤيد بأن الدجال إبليس، إذا كان إبليس هو الدجال والدجال هو إبليس، أو كان الدجال غير إبليس، فإبليس والدجال والدجال موجود منذ القدم، موجود قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل البعثة النبوية. فالدجال يمهد لنفسه من خلال التوحيد الأسطوري منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر. إذن الدجال يمهد، وهو الذي يوجه أئمة المارقة بالتمسك بالتوحيد الأسطوري الذي ذكرناه، الذي يمهد للشاب الأمرد الدجال. إذن البخاري التوحيد عن عبد الله قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، أريدكم منكم يشير بيده بإصبعه إلى عينه، لست أنا من أقول، الرواية تقول، طبقوا هذه الرواية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بناء على هذه الرواية سنقوم بما قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا قال؟ قال إن الله لا يخفى عليكم، الآن إن الأصابع أين أيديكم؟ على عيونكم، وعلى أي عين؟ على عين اليمنى. إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه. إذن هذه الحركة
ليست على نحو اللهو والمزحة والفكاهة، وإنما هم يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل هذا، هذه سنة لنفعل هذه السنة. يقول إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور، وأشارة، التفت إشارة، إشارة خارجية تشخيص تعذيب تجسيم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه. إذن ما يوجد فيها أي تأويل، إشارة واقعية، إشارة خارجية إلى العين، إلى العين التي في الرأس، إلى العين الجارعة. يقول إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. لا نعرف من أي عنب هذا، من الشام أو من أيام الخير، من عنب سامراء أو كربلاء أو ديالة أو غيرها من مناطق العراق الحبيبة. إذن يقول، إذن أشار بيده إلى عينه اليمنى وقال إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. الشاهد الثاني، البخاري التوحيد، روايات التجسيم في كتاب التوحيد عند البخاري. البخاري التوحيد، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. التفت جيدا، كل عاقل يسأل نفسه الآن لما يشير النبي، يكلف نفسه ويشير إلى عينه اليمنى، وهنا يؤكد بأنه ينذر من الأعور الكذاب، ويؤكد بأنه أعور وأن ربكم ليس بأعور. ماذا يعني هذا؟ لماذا لم يتحدث عن اليد أو عن الرجل أو عن الشعر أو عن الأنف أو عن الفم أو عن الأسنان أو عن الأذن؟ لماذا لم يتحدث عن هذه؟ لأنها مشابهة، لأنها مطابقة. إذن لا، يقول لك لا تشتبه، فالفرق بينهما فقط في العين اليمنى، هذا أعور وهذا ليس بأعور. إذن من هو رب التيمية؟ هو الدجال، هو نسخة من الدجال لكن ليس بأعور، هذا بتعبير آخر، هو الشاب الأمرد الجعد القطط. إذن هو رب التيمية، هو يشبه تماما صورة الدجال إلا في عور العين اليمنى، وانتهى الأمر. هذا تمهيد للدجال أو ليس بتمهيد للدجال؟ الآن تظهر شبهات، ويقال شخص يقول أنا المهدي، سلام الله على المهدي، فأول ما يقال له يوجد مواصفات للمهدي كذا وكذا وكذا، هذه المواصفات الشخصية، الأنف، الشعر، ومواصفات أخرى، مواصفات خارجية، الجوارح، تتحدث عن الجوارح، تتحدث عن شيء خارجي، عن صفة خارجية. وهنا يتحدث عن صفة خارجية، يتحدث عن هذا يشبه هذا، لكن ما هو الفرق بينهما؟ هذا أعور، ليس مطلق العور وإنما أعور العين اليمنى، حدد وشخص، وذاك الرب ليس بأعور.